هما سمنة. مقعدجون، عيني الكتورات دي هما مقعدجون، الروابط اللي الخلفية. ماشي اوكي. عندنا محاضرة اليوم هي حول المارو، هي تكملة طبعا للمحاضرة السابقة، فنعتبرها المحاضرة الثالثة. المارو اللي هو النخاع العظم، المارو طبعا المارو يتواجد في العظام الطويلة، هو تقريبا في كل العظام بس أغلب شيء يتواجد في تجويف العظام الطويلة اللي هي سميناها المارو كافيتي. مارو كافيتي في عمد العظم، دايفيسيس اوف ذا بون، يمتلك مارو كافيتي. هذا المارو كافيتي يجرى له المارو اللي هو النخاع. إضافة لهذا فأيضا في أطراف العظم اللي هي قلناها الإبيفيسيس أوف ذا بون اللي هو مشاش العظم، سواء كان في هذا الطرف أو في هذا الطرف بالنسبة للعظام الطويلة اللونج بون، أيضا قلنا تكونها كتلتها تكون من سبونجي بون، يمتلك تجاويف صغيرة، هذه التجاويف هي يملأها المارو. إضافة لهذا طبعا كتل العظام القصيرة الشورت بون والإريجولار بون، هاي كلها حتى بعض مناطق الفلات بون أيضا يملأها المارو. المارو بالجسم موجود بنوعين، ريد مارو ويلو مارو. الريد مارو طبعا هو لون أحمر ولذلك تسموه بالريد مارو، وهو الفانكشن مالته او وظيفته لانتاج كريات الدم الحمراء بلاد فورمينج. اما اليلو مارو فهو الان اكتف فورم، يعني النوع اللي خامل يكون وغير فعال ويتحول جزء كبير من عنده الى نسيج دهني. وعلى هذا الاساس بالادلت حيوانات البالغه نلاحظ الريد مارو ونلاحظ اليلو مارو أيضا في نفس الوقت في عظامه، بينما اليانج أنيمال الحيوانات الصغيرة نلاحظ الريد مارو فقط، لا وجود لليلو مارو لأنه جسمها في حالة نمو وفي حالة حاجة إلى إنتاج كريات الدم ومكونات الدم، فلذلك الريد مارو موجود في معظم عظامها، بينما بالحيوان الكبير جزء من عنده بعد تنتفي الحاجة من عنده فجزء من عنده يتحول إلى يلو مارو طبعا. وعند الحاجة عندما يفقد الجسم الدم بسبب النزف أو عملية جراحية فأيضا يرجع يتحول جزء من الفات مارو أو اليلو مارو إلى ريد مارو على مود ينتج كمية من الدم. هذه بالنسبة للمارو. نيجي إلى موضوع الـ Chemical and Physical Properties of the Bone، اللي هي الخصائص الكيميائية والفيزيائية للعظم. طبعا سنتطرق هنا بالدرجة الرئيسية إلى مادتين بالعظم اللي هي الـ Organic Substance المواد العضوية والإنأورجانيك سبستانس المواد الغير عضوية، ونسبة المواد العضوية إلى الغير عضوية هي 1:2. الأورجانيك سبستانس نقصد بها هي نسيج العظم المكون من مكون من الخلايا والكولاجين فايبرز اللي موجود بالأنسجة العظمية، وهذه تعطيها إلاستيسيتي للعظم، الإلاستيسيتي أو المرونة. طبعا الكولاجين فايبرز اللي موجود يدعى بالأوسين، الأوسين أو البون كولاجين، هذه اللي تفرز الخلايا الأوستيوسايت أو الخلايا العظمية حول نفسها ويتفلل، وممكن أن نحصل عليه في حالة غلي العظم. تلاحظون الطبقة السطحية تتكون مادة جيلاتينية هي هذه البون او البون كولاجين او الاوسين.
كنا هذه المواد الاورجانيك سبستانس تعطي الالاستيسيتي للعظم المرونه. اما بالنسبه للان اورجانيك سبستانس اللي هي تعطي العظم الصلابه والقوه الهاردنس صلابه والريجيديتي الصلابه والقوه، هذه مسؤوله عنها المينرالز والسالت اللي موجوده في العظم، وهي كثيره وبنسب مختلفه طبعا في العظم. في حالة إذا رفعنا الأملاح من العظم يصبح العظم مرن. مرن، نعم. أسمع المقاطعة دكتور، بس أكو طلاب يردون ينضمون، ممكن توافق على انضمامهم؟ إيه نعم. يعني بدأ يظهرون عندي الصراحة. في البرنامج قفط ماما بدأ يظهرون عندي. نعم دكتور، هاي المشكلة هم حدثت بالأيام. بعد خمسة هاي. يقبط هو دكتور لمن يوصل هو للتسعين دكتور يقبط. لا بدأ يظهرون عندي يعني أنا متوافق لهم. دكتور عادة تعيد الخصائص. الخصائص قلنا انه العظم يمتلك اورجانيك سبستانس، مواد عضويه ومواد غير عضويه، وبنسبه 1:2، يعني 1 من المواد العضويه الى 2 من الغير عضويه. المواد العضويه المقصود بها هي الخلايا مالت العظم والكولاجين فايبرز او الالياف اللي تفرزها حولها، وهذا ما يدعى بالبون كولاجين او الاوسين. طبعا الاوسين ممكن ان نحصل عليه من غلي العظم، بعد ما نغلي العظم تتكون طبقه سطحيه، هذه هي المقصود بها البون كولاجين او الجيلاتين. دكتور بس الاوسين هو الخلايا والالياف؟ لا، الاوسين هو الماده الكولاجين اللي تفرزها الخلايا حول نفسها. تفرز الأوستيوسايت، تفرز حول نفسها مادة الأوسين اللي يتصلب، هو هذا من ضمنه هو الكولاجين. فهذه المادة البينية بين الخلايا هي مادة الأوسين أو البون كولاجين. نعم، هذه المادة الأورجانيك سبستانس تعطي الإلاستيسيتي للعظم المرونة، بينما الانورجانيك سبستانس اللي هي الاملاح تعطي الصلابه والقوه الهاردنس، وهي عباره عن املاح عديده مختلف التراكيب موجوده وكثيره، وهذا تعطي لنا الصلابه. واذا رفعناها بفعل بعض مثلا نضع العظم في الفورميك اسيد نسحب الاملاح من عنده يصبح العظم مرن. دكتور يعني شنو مينرال سالتس؟ مينرال المعادن والأملاح، نعم، بي حديد بي فسفور بي كل العناصر، رصاص بي كل شيء، بس بتراكيب مختلفة. أوكي تمام دكتور، تمام. أوكي هسه نجي على الجروث أوف بونز، كيف تنمو العظام، شلون تتطور بالجسم، شلون يتحول النسيج الى عظم بالاجنه مثلا او بعد البلوغ بعد الولاده سوري. The growth of bones نسميها عمليه الاوسيفيكيشن، عمليه التعظم، او الاوستيوجينيسيس او الاوسيفيكيشن، عمليه التعظم. عمليه التعظم بالجسم هناك طريقتين ونوعين في الحقيقه تحدث. intramembranous هاي أول طريقة، intramembranous يعني داخل غشاء من اسمها intramembrane غشاء. هناك intramembranous ossification تعظم داخل الغشاء، هذه شنو حنشرحها طريقة. هذه الطريقة تتعظم بها العظام الفلات بونز اللي أخذتوها، الفلات بونز اللي هي السكيال، بعض عظام السكيال الجمجمة والسكابيولا،
هو العظم من عظام القائمة الأمامية الفاتلة عظمة اللوح، والبلفيك بون اللي هو أول عظم من عظام القائمة الخلفية. هذول فلات بون ويتطورون بطريقة أو ينمون بطريقة الانترامندرينوس أرتيفيكيشن. الأجنة في هذه المناطق، منطقة الاسكيل، منطقة الاسكابيولا، منطقة البلفيك بون، موجودة أغشية جنينية بدل العظمة هاي بالجنين، موجود غشاء. هذا الغشاء نسميه ميزنكامل ممبرين أو الغشاء الجنيني، بعد تكون من ميزنكايمال سيل. من نقطة ميزنكايمال سيل هو خلايا غير متخصصة، ممكن هاي الخلايا أن تتحول إلى أي نوع آخر من الخلايا أو الأنسجة. في هذه المناطق، منطقة الجمجمة، منطقة الاسكابيولا، منطقة البلفيك بون، الميزنكايمال سيل تتحول إلى خط إنتاج العظم واللي هي الأوستيوبلاست، يعني تتمايز إلى خلية الأرومة العظمية يطلق عليها الأوستيوبلاست. هاي الخلية الأوستيوبلاست تنقسم بدورها، طبعا وين حتتواجد؟ في مركز الغشاء هنا بالوسط حتتحول هاي الخلايا الميزنكامية، هو كل خلايا الميزنكامية بس اللي بالوسط يتحول إلى أوستيوبلاست. الأوستيوبلاست هاي حتنقسم إلى نوعين من الخلايا، أوستيوبلاست مثيلة إلها، وإلى أوستيوسايت. الأوستيوسايت هاي اللي هي خلية العظم، خلية العظم تبدي تفرز حول نفسها مادة الأوسين اللي يتصلب وتتحول إلى خلية داخل حفيرة مثل ما قلنا داخل اللاكيونة، تنحصر داخل اللاكيونة نسميها بالأوستيوسايت. هاي العملية تستمر وباتجاهات في جميع الاتجاهات في هذا الغشاء، وبالنتيجة يمتد التعظم من مركز الغشاء نحو الخارج إلى أن يكتمل الغشاء كله فيصبح صفيحة عظمية. طبعا الخلية هنا الأوستيوبلاست من تنقسم قلنا إلى خليتين، أوستيوبلاست وأوستيوسايت. الأوستيوبلاست الابنة أيضا بدور تبدي إلى أوستيوبلاست وأوستيوسايت، والأوستيوبلاست أوستيوبلاست وأوستيوسايت وهكذا على مدى تحافظ على النوع إلى أن يكمل كل العظم. الطبقة الخارجية حتتكون، حيكون سمحاق العظم، حيصير سمحاق العظم اللي يبدي أيضا سمحاق العظم أو الكريوستيوم هو بدورة أيضا يضيف، لأن الطبقة الداخلية مالت الكريوستيوم هي أيضا مولدة أيضا بها أوستيوبلاست، تضيف خلايا عظمية على العظم ويزداد سمك العظم بهذه الطريقة. هذا المركز من يتكون هنا، من تكونت الأوستيوبلاست وقامت تنتج، هذا نسميه مركز تعظمي، Center of Ossification، Center of Ossification. بهذه الطريقة قلنا تتطور أو تنمو العظام المفلطحة الفلات بون. أوكي دكتور، بس أسف على المقاطعة، الاستمارة مال حضورها ما تفتح، لازم تنزل استمارة عادية لأن إماراتنا عادية ما عندنا إمارات رسمية. ماشي أوكي. يعني ليش تقاطعون على مود استمارة حضور؟ يعني الدكتور مودي يشرح. أوكي، هسه الطريقة الثانية اللي هي الإندوكوندرال أوسيفيكيشن. الإندوكوندرال أوسيفيكيشن من اسمه إندو يعني داخل الغضروف، كوندرال الغضروف، إندوكوندرال أوسيفيكيشن عملية التعظم داخل الغضروف. هذه لبقية العظام، بقية العظام شنو عندنا؟ اللونج بون، الشورت بون، الإيريجولار بون، هاي كلها تنمو بهذه الطريقة أو تتعظم بهذه الطريقة. هذه الطريقة شنو؟ إنه بالجنين بدل العظام هي حتتواجد غضاريف كارتليج، وبالذات هو الغضروف يسموه الهايلين كارتليج، الغضروف الزجاجي. هيكل الجنين عبارة عن غضاريف،
لللونج بون، للشورت بون، للريجولار بون، كلها غضاريف ما عدا طبعا الفلات بون اللي هي قلنا أرشية جنينية. فهذه اللونج بون العفو الغضاريف، هذه الغضاريف من توصل إلى مرحلة معينة تبدي تنضج وتصبح طبعا الغضروف يتغذى عن طريق الأنسجة المجاورة، عملية دخول المواد الغذائية من الأنسجة المجاورة. الغضروف مكون من خلايا غضروفية نسميها الكوندروسايت، كوندروسايت أو خلايا غضروفية. توصل إلى مرحلة معينة بالمركز مال الغضروف بالوسط هنا، الخلايا الغضروفية أصبحت خلايا هرمة كبيرة العمر، فهذه تبدي الغذاء ما يوصلها بصورة كافية من الخارج، يصير بها ديجنريشن أو تنكس، ديجنريشن وتنكس وتبدي تتموت. بنفس الوقت الشريان الدموي اللي هنا بالخارج اللي يفوت هنا قريب من المنطقة يبدي يغزو هذا النموذج الغضروفي، يبدي ينمو، يخترق الغضروف، يخترقه. ومن طبيعة الوعاء الدموي أو البلاد فيسل، البلاد فيسل من طبيعته إنه حوله أكو خلايا غير متخصصة، ميزنكايمال سيل. هاي الخلايا الميزنكايمال سيل من حيدخل حتدخل وياه، لأنه يعني هو بالجدار مالته الخارجي، وياه تدخل، وهاي حتتخصص إلى أوستيوبلاست. من تدخل إلى مركز الغضروف توصل إلى الخلايا المتموجة هذه، توصل الشريان يوصل إلى الخلايا المتموجة يحمل معه الأوستيوبلاست. من وصلت الأوستيوبلاست إلى هنا هتبدي تنقسم مثل ما قلنا بالسابق، تبدي تعطي كل واحدة إلى أوستيوبلاست وأوستيوسايت، وهكذا تبدي تحدث عملية تعظم. هذا سميه Center of Ossification. Center of Ossification أصبح بالمركز. العظم الطويل على الأقل، على الأقل ثلاثة مراكز تعظمية موجودة، واحد بالدايفيسيس واثنين كل واحد بالإبيفيسيس، فإذا ثلاثة على الأقل. وقد يكون العظم إلى فتح حدبة كبيرة أو بروز كبير، هذا إلى مركز تعظمي آخر رابع واحتمال خامس أيضا. على الأقل بالعظم الكبير وثلاثة مراكز تعظمية، Center of Ossification. اللي يحدث بعدها إنه الغضروف هذا محاط بسمحاق، يدعى بسمحاق الغضروف، هون العظم محاط بسمحاق الغضروف يدعى بالسيريكوندريوم. هذا الفريكوندريوم هو طبيعة الغضروف أيضا بخلايا غير متخصصة، فممكن أن يتحول إلى سمحاق الغضروف، يتحول إلى سمحاق الغضروف اللي هو الفريوستيوم. والفريوستيوم هو الطبقة، دائما الفريوستيوم هو الطبقة الداخلية مالته فيها أوستيوبلاست، وتبدي تضيف حول العظم هنا، حول الغضروف العظم في هذه المنطقة، داير مداير الجسم الغضروف تبني تضيف مادة عظمية رقيقة. هذه المادة العظمية حتغلق انتقال المواد الغذائية من خارج الغضروف إلى الداخل، وبالتالي حتزيد عملية تموت الخلايا الغضروفية على مدة حل محلها الخلايا العظمية، وتنمو ويكبر ينشال الغضروف ويتحط مكانه عظم وهكذا. هذه العملية حتستمر باتجاهين بالنسبة للمركز، تستمر بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه أكثر شيء، أكثر من الصورة الأفقية. وبالنتيجة هناك مركز تعظمي هنا في الفراغ هذا أيضا، حيتحول الغضروف إلى عظم، وهنا حيتحول الغضروف إلى عظم، فحيلتقي الاثنين في هذه الصفيحة. هذه الصفيحة حتبقى هي غضروف
ولذلك سميناها الابيفيزيال ديسك. هذا الابيفيزيال ديسك بالعظم الحيوان بعد ما يولد هي موجودة وتبقى إلى أن يبلغ الحيوان وقت ما يبلغ وقت ما تتعظم تكتمل تعظمها حتى هاي الصفيحة تتعظم ذاك الوقت العظم بعد ما يروح. بس اكو طلاب يريدون ينضمون بس وافق عليهم دراسة تكس احنا. اني مدى يظهرون عندي ليش مدى يظهرون؟ هسه دزوا طلب من جديد. ما اجاني ليش من جديد لعب. والاستمارة مال الحضور اعتمادها. نعم نعم نعم. اوكي. استمارة مال الحضور بالاخير خليها حبيبي. اوكي اتفقنا. اوكي دكتور نظافة. نكمل؟ نكمل دكتور. دكتور بس سؤال، دكتور هذا العظم قصير ولا طويل؟ لا هذا طويل. بس انت مو قلت هاي الطريقة تصير بس بالعظام القصيرة والريجلر؟ لا قلت بالعظام الطويلة والقصيرة والريجلر. شكرا دكتور. نعم. أخذت تحضن العرض؟ تأشير؟ نعم دكتور. اوكي اذا بما انه موجود ان مركزين او اكثر من المراكز التعظميه، فالتقاء المركز هذا مع المركز هذا حيترك صفيحه في الطرف هذا وصفيحه في الطرف هذا، لان هذا ايضا حيلتقي مع هذا. النتيجه تبقى صفيحه نسميها الابيفيزيال ديسك، هاي تبقى بالعظم حتى بعد الولادة، تبقى صفيحة غضروفية. هذه الصفيحة الغضروفية هي المسؤولة عن طول العظم فيما بعد، يعني الحيوان يبقى ينمو الحين البلوغ، فهذه الصفيحة تبقى غضروفية وتبقى الخلايا تنمو هذا الاتجاه على مد يطول العظم، وتلاحقها عملية التعظم من الأسفل سواء من الجهة أو من الجهة إلى أن تقضي تماما على كل خلية غضروفية ويتعظم تماما، العظم بعد ما يطول غير قابل للطول. فإذا تلاحظين أنه الحيوانات الصغيرة وستلاحظوها بالعملية أيضا، بعض العظام الأطراف مالتها أكو خط فاصل بين الإبيفيسيس والدايفيسيس، ومو شرط أن يكون مستوي، قد يكون متعرج. هذا الخط هو الحد الفاصل ما بين الابيفيسيس والدايفيسيس، اللي هو لان الحيوان كان صغير الخط واضح لانه هو كارتليج. بعد ما يبلغ الحيوان ويتعظم يختفي هذا الخط لان يتعظم بصورة كاملة. طبعا بعدها قلنا السمحاق، هذا السمحاق مالت العظم اللي هو الكريوستيوم اللي هي يغطي العظم من الخارج، يبدي يضيف ايضا مادة عظمية على العظم على مود ينطي سمك للعظم. اما بالنسبة من الداخل وسط الغضروف المركز هذا البدائي، هذا اصبحت انتفت الحاجة من عنده، فتبدي تتكون خلايا كبيرة في الحجم متعددة الأنوية، حوالي 8 أنوية بيها. هاي الخلية تسميها الأوستيوكلاست، أوستيوكلاست أو خلايا ناقضات العظم. هاي الخلايا تبدي تأكل بمادة العظم البدائية البرايمري بون اللي هو البداية تكون، فتبدي تأكل به إلى أن تعمل تجويف، وهذا التجويف فيما بعد يسمى بالمارو كابيتي اللي يجذل المارو اللي أو النخاع اللي ذكرناه أعلى. فبعد ما يتكون طبعا التجويف طبعا حيتبطن من الداخل بالإندوستيوم اللي في السمحاق الداخلي
بينما من الخارج العظم يغطى بالبيري أورتيم. هذه العملية تدعى بالإندوكوندرال أوسيفيكيشن. إندوكوندرال أوسيفيكيشن هي عملية متسلسلة ونتيجة أنه يتحول الغضروف بالكامل إلى مادة عظمية. الفيرتبرال كولومين موضوع أدنى. الفيرتبرال كولومين أو العمود الفقري، الفيرتبرال كولومين من اسمه هو مكون من سلسلة من الريجولار بون اللي هي الفيرتبرا، نطلق عليها الفيرتبرا أو الفقرات، اللي هي حتمتد طبعا تمتد من الجمجمة إذا تبدأ بعد الجمجمة هاي الفقرات وإلى الذيل، تنتهي بالذيل. طبعا تقسم إلى خمس مناطق حسب المنطقة: سيرفايكل نقصد بها العنقية، وثوراسيك الصدرية، واللمبر القطنية، والساكرال اللي هي العجزية، وأخيرا هي الكاودال أو الأوكسيجين واللي هي الذيلية. هاي الفقرات طبعا مختلفة الأعداد، المنطقة يعني مختلفة عدد الفقرات، عدد الفقرات في المنطقة مختلفة من حيوان إلى آخر، وأشكالها أيضا وأحجامها مختلفة. نرمز للسيرفايكل العنقية، سيرفايكل نرمز إلها بالكابيتال سي، ثوراسيك تي، اللمبر ال، الساكرال اف، والكاودال تي اي. بهذه الحالة لكل حيوان هناك فورمولا صيغة فقارية نسميها الفيرتبرال فورمولا. الفيرتبرال فورمولا تكتب بهذه الصيغة لكل حيوان طبعا. فعندنا في جميع الحيوانات طبعا جميع اللبائن السيرفايكل هي 7، كل اللبائن هي سيرفايكل 7 حتى الإنسان، حتى لو كانت رقبة الحيوان طويلة مثل البعير أو الزرافة الجيراف أو الكاميل، كلها رغم طول الرقبة فهي 7. بس شنو الفارق؟ إنه الفقرة تكون طويلة أو قصيرة بس العدد هو 7. الفيل رقبته قصيرة بس هو 7. إذن الماماليان سي 7. ثوراسيك هنا أكو اختلاف، ثوراسيك بالهورس 18، اللمبر 6، ساكرام 5. رغم أنه الساكرام هي 5 بس ملتحمة مع بعضها، دائما الساكرال بون يطلق عليها ساكرال بون. ليش؟ لأنه ملتحمة، وستلاحظوا بالعملية أنه الفقرات الخمسة ملتحمة مع بعضها مكونة الساكرال بون. والكاودال اللي هو بين 15 إلى 21 حسب سلالة الحيوان الهورس، فأكو تفاوت قد يكون 15 أو أكثر إلى 21. بالكاو الاختلاف أنه الثوراسيك 13، وهي بالحقيقة في بقية الحيوانات كلها 13 ما عدا في الهورس هي 18 ثوراسيك، واللمبر 6 الساكرايف مثل الهورس، والكوكسيجيل أو الليلية 18 إلى 20. بالشيب نفس الشيء ما عدا انه النمبر يكون between 6 وبعض الاحيان 7. الساكرال عندنا 4 شيب، والكاودال من 16 الى 18. بالدوغ والكات عندنا نفس الحالة بس النمبر 7 والساكرال عندنا افتخار بها 3، يعني ساكرال بون 3 فقرات عجزية ملتحمة، الكاودال 20.
التيبيكال فيرتبرا نقصد بها التيبيكال فيرتبرا الفقرة النموذجية، والفقرة النموذجية هي الفقرة اللي تمتلك كل التراكيب الموجودة سواء كانت بالبدي أو بالآرت مالتها، يعني ما فقدت، لأنه العمود الفقري به فقرات مختلفة جدا. السيرفايكال صارت أكو تحورات كثيرة، باللمبر أيضا تحورات، بالساكرال تحورات، بس بقت بالثوراسيك فيرتبرا نعتبرها هي الفقرة النموذجية. والفقرة النموذجية ستشوفوها بالعملية، الفقرة تتكون من بصورة رئيسية من البادي اللي هو هذا البادي أو هذا جسم الفقرة اللي يكون فنترالي بطنيا بالنسبة للأرتش اللي هو هذا الأرتش القوس اللي يلتحم بها من الجهة الظهرية دورسالي. فالتحام الأرتش مع البادي يترك لي ثقب، هذا الثقب من تنطبق فقرة مع فقرة خلفها هذه الثقب حيكون لي قناة بالداخل، القناة هذه أسميها الفيرتبرال كانال، الفيرتبرال كانال اللي يفوت بها الحبل الشوكي من الدمار إلى منطقة العجز، الحبل الشوكي هاي الفيرتبرال كانال. طبعا البدي يمتلك كرينيال ارتكولار سيرفيس وكاودال ارتكولار سيرفيس، سطح تمصلي امامي وسطح تمصلي خلفي. الكرينيال دائما يكون كونفكس محدد، والكاودال يكون كونكيف مقعر. ان تنطبق فقره مع فقره اللي بعدها هذه بيناتهم اكو كارتليج هنا يدعى بالانتر فيرتبرال كارتليج اللي هو القرص بين الفقاري، القرص بين الفقاري. هاي بالنسبة للبدي البدي الفقرة أو جسم الفقرة. أما الأرتش هذا فهو أيضا يحمل مجموعة من التراكيب، وعلى رأسها هذه السباين للأعلى دورسالي، هاي السباين، هاي الشوكة من لاحظها في جميع الفقرات نفس الشكل أو القول أو الاتجاه. بالفقرات العنقية مختفية تقريبا، بالفقرات الصدرية متطورة، بالفقرات القطنية أيضا موجودة بس أقصر تكون، والعجزية أيضا موجودة وتبدي تختفي بالذيلية. طبعا أكو نتوءات أخرى، هذه نتوءات نسميها نتوءات المستعرضة Transverse Process، Transverse Process أو نتوءات المستعرضة أيضا موجودة، وهناك الكثير من التراكيب ستأخذوها موجودة في الأرتش، ومن ضمنها الثلمة، هذه الثلمة من الأمام Cranial Notch وCaudal Notch ثلمة خلفية، من تطابق فقرة مع فقرة كل واحدة عندها ثلمة من الأمام وثلمة من الخلف، فمن تطابق فقرة مع فقرة هاي الفقرة بها Notch من الخلف والفقرة الثانية بها Notch من الأمام، أنا أكو فتحة، هاي الفتحة يخرج منها العصب الشوكي، يعني الحبل الشوكي من يمر يخرج من عنده أعصاب شوكية على طول الفقرات. هذه بالنسبة ما يخص الفقرة النموذجية أو التيبيكال فيرتبرا، واللي اعتبرناها الثوراسيك فيرتبرا هي فقرة نموذجية. أكو هناك بعض النتوءات أخرى اللي هي الماميلاري بروسيس تتأخذوها، أكو أكسسري بروسيس مو بكل الحيوانات فقط بالدوغ موجودة على الترانسفيرس بروسيس، هذا أكو نتوء صغير يدعى الأكسسري بروسيس. أكو الماميلاري بروسيس النتوء الحلمي، هذه بعدين تدرسون الفقرة تأخذوها. احنا طبعا هنتطرق إلى العظام بصورة سريعة لأن حتاخذوها أكثر شيء تركيزها يكون بالعملي، فمجرد أنه ننطي أسماءها أو مناطقها. عندنا البون of the thoracic limb أو الفور limb، هذه البون of the فور limb أو thoracic limb، المنطقة العظام القائمة الأمامية
كلام القائمة الأمامية طبعاً تقسم إلى أربعة مناطق، أربع مناطق: منطقة الشولدر جيردل أو الفراس الجيردل، هذا اللي بيها عظمة اللوح، عظمة اللوح اللي هي متطورة بالدومستيك أنيمال، الحيوانات اللي حدثوها الحيوانات الحقلية أو الدومستيك أنيمال الأليفة بيها السكابيولا فقط هو المتطور. أما العظم الآخر اللي هو الكاركويد يكون عبارة عن نتوء صغير موجود بالجانب الأنثي، فهو مختزل، نقول عليه ريديوس هون، مختزل. والكلافيكال أو الترقوة غير موجودة بالدومستيك أنيمال، مفقودة أبسن. وفقط لاحظ العظام الثلاثة هذه موجودة في الطيور، أما بالنسبة للدومستيك أنيمال نلاحظ فقط السكابيولا، يعني الكاركويد بون الغرابي مختزل والكلافيكال مفقود. إذا هذه أول منطقة هي منطقة الشولدر جيردل. المنطقة الثانية اللي هي منطقة البريكيوم أو منطقة العضد اللي بيها أو الآرم نسميها، اللي هي بيها عظمة واحدة اللي هي الهيومرال العضد. منطقة الفور آرم، فور آرم الذراع اللي بيها الراديوس متطور والألنا مختزل للقلب. هذه الفور آرم راديوس وألنا. منطقة المانف أو اليد تبتدئ من رسغ اليد اللي هو الكاربل بون والميتا كاربل والديجيت، والديجيت كل ديجيت الأصبع بثلاثة خلاميات: first phalanx, second phalanx, third phalanx. إذن القائمة مقسمة إلى أربع مناطق: shoulder girdle, الأرم، الفور أرم، والمانف أو اليد. وهذه دكتور شو ماذا أسامي المناطق؟ عفوا أسامي المناطق ماكو أسامي. ثوراكس الجردل، أرم، فور أرم، والمانف. يعني لي فوق أنا مقسمها. هذه هنا شوية تفاصيل اللي يريد يطلع عليها، إنه الأرم شنو التراكيب اللي موجودة فيها ذكرناها. و الارم اللي هو هيومراس، الفور ارم اللي هي راديوس والنا، والمانف اللي هي الكارتل بون ميتا كارتل بون والديجيت. وهاي هنا انا تفاصيلها اكثر، هنا الكارتل بون واضح بالعظمه بالقيول، العظمه الثيرد بون اللي هو القشرة الثالث هو المتطور، أما الثاني والرابع فهو مختزل، الأول والخامس مفقود، اللي هي مفقود خمسة أنشاط مثل الإنسان، بس الأول والخامس مفقود، الثاني والرابع مختزل، والثالث هو المتطور. إذا اللي يحمل ثقل الجسم بالخيول هو الأصبع الثالث، ثيرد ديجيت، اللي مكون من first phalanx, second phalanx, third phalanx، ثلاثة سلاميات. أما بالنسبة للبون of the pelvic limbs هي أيضا مقسمة إلى أربع مناطق، عندنا ال pelvic girdle، حزام العظم اللي مكون من عظمة الأوسكوكسي، عظمة الكفل واللي هي بدورها مكونة من ثلاثة عظام تتعقلوها الإليام والبيوبيك والإسكيام. ومنطقة ثانية هي منطقة التاي، منطقة الفخل التاي اللي بيها الفيمر والباتيلا، عظمتين فيمر فخل والباتيلا أو الرلفة. ومنطقة الليج
اللي هي منطقة الساق اللي بيها التيبيا والفيبيولا. طبعا التيبيا المتطورة، الفيبيولا أقل تطور، وكل ما اتجهنا بسلم التطور للأعلى كلما الفيبيولا تطورت أكثر. مثلا بالكلاب اللي هي أعلى من الخيول بسلم التطور لاحظ الفيبيولا متطورة بها أكثر من التيبيا. المنطقة هاي الثالثة قلنا الليج، وآخر منطقة اللي هي الفيس أو القدم، الفيس أو القدم هذه طبعا أيضا بها رزغ القدم اللي هو التارسل، مو الكارفل بالقائمة الأمامية كارفل، هنا تارسل بون والبيتار بالقائمة الأمامية عندنا كارفل بون وميتا كارفل، القائمة الخلفية تارسل وميتا تارسل اللي هي مثل القائمة الأمامية أيضا ثلاث عظام، اثنين من أدها مختزلة والثالث هو الكبير، والديجيت وهو نفس الترتيب، الديجيت اللي هو الأصبع ثلاثة سلاميات، سلامية الأولى والثانية والثالثة. هذه من هنا المحاضرة مالتنا، إذا أحد عنده سؤال طلاب تفضل. دكتور بس الفيبيولا صايرة بالفور أرم لو بالثاي يعني لو باثنيناتهم؟ الفيبيولا في منطقة الليج يعني الثاي بها عظمتين الفيمر والفاتيلا، الليج بها التيبيا والفيبيولا. زين بالاطراف الخلفيه همين الوزن يصير على الاصبع الثالث من الاحصان لو بس بالاماميه؟ اي نعم 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 على الاصبع الثالث نعم. زين دكتور بالصفحه التاسعه بالطرف الامامي بالمانوس اكو حروف نعم. شيء ما مفهومه بالصفحه التاسعه بالمانوس، بس شنو هاي؟ فين؟ بالصفحه التاسعه صايره فوق بس بالمانوس هذه؟ ايه هاي الـ RCB هذه نعم هذه اسماء العظام، لانه عظام الرسوخ عظام الرسوخ ثلاثة عظام، الاسماء مالتها هي radial carpal bone، intermediate carpal bone، والنار كارفل بون، واكسسر كارفل بون، ثيرد كارفل بون، وفورث كارفل بون. بس على الاغلب الثيرد كارفل بون يكون مفقود فتبقى ثلاث عظام فقط اللي تشوفوه، انتو ثلاث عظام. شكرا دكتور. لا يا دكتور واضح. أن يبقى المحاضرة أي شيء أي أحد عنده سؤال ممكن بالكلية نلتقي وأشرح أي موضوع تحت، يعني أنتم مفاني تقولوا لي عليه أشرح لكم يا عصبورة مو مشكلة. نعم بس عدد الفقرات في كل عدد الفقرات وين في حيوان؟ اي نعم استاذ عدد الفقرات وين؟ عدد الفقرات الكلية هي للحيوان اجمع 7 زائد 18 7 زائد 18 زائد 6 زائد 5 زائد 15 او الى 21، هاي بها تفاوت هنا تطلع لك العدد. هذه هي كان الحيوان او بال اكو فرق بين حيوان واخر، اكو فرق بين فقرات الحيوان الاخر لو كلها نفس العدد؟ مبلغ
مو هذه قدامك الفورمولا، الفورمولا هي تشير الى الاعداد، فاكو فارق بسيط. يعني دي يصير الفارق وين؟ يصير بالفارق بالفقرات العجزية اكثر شيء والزيدية. هسه تشالب عدة 50 فقرة ضبط. نعم نعم بالضبط. شخصت الأسئلة بالامتحان؟ نعم صيغة الأسئلة. شون؟ سؤال؟ صيغة الأسئلة، صيغة الأسئلة على الأغلب تكون عندكم multiple choice، يعني فراغات أو وتختارين من اللي موجود، يعني الحل الصحيح خيار أو true and false، يعني صح أو خطأ بالجملة، يعني على الأغلب تكون هيك. وإذا أكو بعض الأحيان هناك سؤال بكتابة، يعني شرح بسيط، شرح جدا بسيط. دكتور بس صفحة 9 وسأعطيكم يعني نموذج صفحة 9 اللي بيها شنو هاي الرموز نحفظهن كلهن يعني. هذه بالعملي، بالعملي انتو حتاخذون العظام وتاخذون اعدادها، مو رموزها وانما اعدادها، شنو اللي موجود شنو اللي مفقود، مو رموزها. دكتور يعني يجب انه العظام المشطية شنو موجود بيها، شنو المختفي بيها، صفحة 4. ما فهمت هذا الشيء صراحة. 4 أي 4 هذا أنت شو اسمك؟ نور. نور الرحمن. نور نور أريدك نور تجيني أشرح لك إياها على الصبورة، لأن هي إذا ما فهمت أنا إرادة الشرح وافي يعني. هذا نموذج غضروفي والله دكتور على وافي ما بدي نتجاوز، أنا نتجاوز على الوقت يعني. أي واحد حتى لو كنت مو مشكلة يعني الموجود دكتور، لأنه وقت المحاضرة انتهى تقريبا، ما بدي نتجاوز على الوقت المحاضرة البعد. دكتور يوم الاثنين موجود؟ موجود 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 كل الأيام تقريبا موجود. شكرا دكتور. أوكي يعني أوكي دكتور، شكرا جزيلا. ننتهي وقت المحاضرة، نضطر أنه نجي. دكتور شكرا شكرا بس شكرا دكتور.